ازيكم حبايب قلبي زيزي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا واختي حبيبتي وحبيبه قلبي اللي الناس عايزه توقع ما بيننا. ايوه يا مقعديه انتوا. انا واسماء اهو اول ما حددنا مع بعض ميعاد نزلنا على طول مع بعض النهارده، وهنفطر مع بعض بره وهنقعد اليوم كله، واتغاظوا وبطلوا توقعوا في الدنيا. شفتوا؟ ابوس ايديكم. بصوا حبايبنا اللي احنا عارفينهم دول هم حبايبنا. بصوا انتوا عارفين احنا فين؟ بنتكلم على المقعديه. لا انتوا حبايب قلبنا، حبايب قلبي وحبايب قلب اسماء. اسماء يا جماعه الناس اللي بتحضر معانا اول مره، قناه بيوتنا بكل بساطه طبعا معروفه وفرحه الدنيا كمان. أيوة. بتنزل حاجات حلوه قوي قوي قوي، وان شاء الله الكناعة ده هتشيله لي قريب يعني. باذن الله ان شاء الله. ولا انا هخلص على بوسيف ونظهر. بس انا النهارده مبسوطه قوي ان انت معايا، كانت وحشاني جدا جدا جدا. انا اكتر. كل الحكايه ان احنا يعني انا تليفوني حصل فيه ضبط مصنع، وانا خدت تليفون ابو اوفا اهو، فهي كمان عملت ضبط مصنع، فاحنا ما عرفناش ان احنا نوصل. وكده كده يعني ما بنخرجش في رمضان طبعا انتوا عارفين. ايوه حرام. فقلنا بقى نعيد بقى مع بعض ونطلع بقى ونقول لكم ايه رايكم. بحب الاكل قوي قوي، هي شيف بتطبخ وانا باكل. تمام. فاحنا ما ينفعش نطلع في رمضان احنا صايمين. شفتوا احنا دلوقتي سايبين شغلنا واكل عيشنا ورايحين نضرب. رايحين نضرب. الله اعلم الله اعلم. بص على فكره احنا في شارع المعز، دي بنصور لكم شارع المعز كده، نشوف هنروح شارع في مصر كلها. تعالوا نشوف اجواءه عامله ازاي، نشوف بلدنا وجمالها اللي بره. تحفه والله. شارع المعز، دي بنصور لكم شارع المعز كده، نشوف هنروح شارع في مصر كلها. تعالوا نشوف اجواءه عامله ازاي، نشوف بلدنا وجمالها اللي بره. تحفه والله. الايه؟ مسقعه. كان زمان بيجي مسقعه يشربوا. لا بص انا حلوه اصلا على فكره. ابوكي مدرس، هتكلم بصي هقع معاكي. بصي انا كان اساسا كل حاجه ان انا في الاثار كمان. يا سيدي يا سيدي. بصي يا بنت البتاع اللي هناك، البيت ده عاملين كافيه ده صح ده ولا ده بيت ال... ده لا ده بيت القاضي ده حاجه بيدخلوها يا شيخه. لا ده حاجه اثريه باين. تعالي نشوف كده يا عيال، قولوا لي خسيت ولا ما خسيتش. لا فستان العيد، فستان العيد. استني خدي صوريني، صوريني فستان العيد. خدي صوريني فستان العيد، صوريني فستان العيد. والله لا انا حاسه ان انا بطفرك سنه، حاسه ان بص. لا انا وجيجي لما بننزل مع بعض بنتسخط يا بنات والله العظيم. بصوا ماريا اختي هاخد منك حته. خسيتي بطلي بس تطوحي فيه وانت هتبان. ايوه كده خسه بس كده. قمر قمر استني بقى، فين الصور بتاعتك هنا؟ ايوه اعملي كده بقى. احنا معاتيه يا جدعان، انتوا مالكم؟ المصطفى احنا متجوزينه معانا عيال، متجوزينه معانا عيال. بس زي ما تقولوا ايه يعني، عندنا طاقه كده من زمان، ها من ايام ثانوي طاقه العيال. اه والله. القاموس بتاع التاريخ اهو. بصوا ايه بقى، ايه بقى الاثار؟ احنا في شارع المعز جديد. الشارع ده مليان كميه جوامع بتاعت ملوك كتير جدا، كل ملك عمل له بيت. وفي مسقه هنخش عليه دلوقتي. بص المسقه ده كان الناس اللي عايزه تيجي الشارع ده، يا اما تيجي من باب الشعريه، من باب الشعريه، يا اما تيجي من هنا زي ما احنا جينا من تنزلي باب الشعريه وتاخدي الشارع كله للاخر وتخشي شمال، يا اما تيجي من الازهر كده. يا تيجي من الازهر زي ما احنا ما جينا اهو. المسقه دي من اكتر الحاجات المميزه في شارع اسمه ايه، شارع المعز اللي دينه الفاطمي. في حاجات هنا كنوز بصراحه، حاجات حلوه وعاملينه بالمشربية. وبصي الحاجات دي، ده اللي وراكي ده. بصي طب بصي ده، ده بيت الشاعر. بيت الشاعر ده ايه بقى؟ ده في قهوه وكافيتيريا تحت، والناس بتقعد بقى والشعراء بيتكلموا وكده بقى. قدام بقى ايه؟ انت جيتي هنا يا بت؟ لا ما دخلتش. ولا انا؟ لا تعالي ندخل بقى كده احنا، طالما اعرفوش اخشوش. طالما اعرفوش شاوريني انا كمان. استني بقى بت عشان تيجي مظبوطه. ابقي دي ها اسماء. هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه. طب فين بقى الحنفيه دي ولا ايه؟ في تصوير كاميرا يا جماعه. تمام. والنبي احنا سايبين الكاميرات في البيت. يا بنتي فين بقى؟ تطلع منه حاجات من هم الشبابيك دي. تمام. تطلع ايه؟ ميه يعني؟
من تحت الارض. طب فين الحنفيات؟ ما خلاص اتشالت بقى على العهد الجديد. المشكله ان مفيش واحد مكتوب عليه اسمه. مدرسه النحاسين الاسلاميه دي مدرسه ايه؟ كل الشارع ده مدارس يا بنت. مدرسه ازاي؟ طبعا اللي عايز يزور اي حاجه من دي بيزور اهو. التطعيم الاسلامي اللي فوق ده تعالي بقى. بصوا عاملين قعدات كده للناس. جيجي خطفتني من العيال. جيجي خطفتني؟ احلى خطوفه ولا لا؟ احلى خطوفه ولا لا؟ تعالي خطفتني مع العيال. احلى خطوفه. خطفتيني. المهم ان احنا مش لاقيين اي حاجه نفطر ولا نشرب. لسه قدام كتير. لا احنا مش عايزين. بقول لك ايه، احنا مش عايزين نشرب لحد. في غنى فيه عمرو دياب شفتيه؟ في ايه ده؟ عمرو دياب جه غنى اغنيه هنا. اغنيه ايه دي؟ اول ما كانت لسه جديده السنه اللي فاتت. اسمها ايه دي؟ مش فاكره والله. دي ما هو ما صلحوه، ما بقى أثري. يا بنت استني. انت باينه صغنونه قوي. بصي هصور. هو مكان الحنفيه. انا مش شايف في زمان ايه بس ما صعب. انت بنت جميله. ما هو لازم بقى تعويضا عن الثلاجات. بس دابس في هوا هنا. زي ال بتاع اللي هو اسمه ايه، كوردير صح؟ في الشارع دلوقتي. في الشارع لكن في بيوتهم بقى حاجه ثانيه. واحده بتتمنى العيال. ده بقى بيت ايه؟ ده مسجد. ده ايه؟ ده بتاع الميه. هو ده؟ هو احنا عايزين ندخل جوه. بص من هو كمان بتاع المشروبات ده مشهور قوي هنا برضه. بصوا الحاجات دي مرسومه يد. دي لا طباعه. دي طباعه صح. اللي مرسوم يد بقى حاجه تانية صح. دول يد؟ لا دول طباعه. دول طباعه. اللي هناك دول اليد اللي احنا لسه شايفينها. شربنا مانجا وشربنا ميه وعمالين نتفرج ونشيل نتفرج. بصوا بيلبسوا يوسف مسحت التليفون. بص الراديو القديم، الحاجات القديمه دي تعال نصور. الراجل ده على فكره عنده بص الايه؟ ده بيشتغل ولا؟ اه. والاسطوانات. الاسطوانات بتاعته. بص الاله الكاتبه دي. ده عنده اثريات. بص الميزان. بشتغل على دي يا بنت ايام الجامعه. التجاره كنت بكتب عليها ال ودي بتاع دي ايه دي يا بنت؟ دي تلاقيها بتوجع الصوابع. ايه كانت اوقفنا كلها بتتكسر ما كنتش بلحق. هي دي ايه دي يا اسماء؟ دي بتتعلق على اسمه ده، الحاجات بتاعت الجوامع. دي نحاس دي. ده ايه؟ بص دي آلة تصوير. دي تصوير؟ دي كاميرا؟ ولا ده ميكروسكوب؟ مش عارف. كاميرات ايه؟ بس انا بصور لكم واللي يفهم حاجه بقى يكتب لنا في التعليقات. التليفون ده ممكن المسه ولا في كورونا؟ في كورونا طبعا. بلاش. لا بص الرضاوي دي. بصي بصي الحق المكوه، الحق المكوه دي. اه يا سيدي. بصي اللي كان بياكل بيها دي. بصي المكوه دي تتشال ازاي؟ تقيله قوي. ودي كانت ساعه. بصي المكاييل. رطل. بالرطل. بالرطل. على فكره احنا واحنا صغيرين كان عندنا من الرطل ده بوبا رماية. تخيلي بيتباع دلوقتي. اه الحاجات دي بتتباع. اي حد عنده بقى حاجه يجي بيشتروها. بس مكنه التصوير الفيديو اللي بصي مكنه الخياطه اهي. مكنه الخياطه دي مصديه وتقرف.
دي تراث، دي بيمسكوها الناس اللي هم مروحه محبوسين بالتراث وبينضفوها. بصي المروحه، بصي المروح، بصي حجم الراديو ده. راديو؟ اه راديو. وده راديو الستاند بتاع الكاميرا. وده كانوا بيضربوه، كانوا بيضربوه صح؟ ايوه بالشبشب، بيشبشب بيشب ويمشي. ودي دي الكاميرا، كاميرا بتتفرجي منها بقى، دي بتصوري بيها ودي بتتفرجي منها. بصي طب دي انت بتقولي لي انت مالكيش في النت، انا ليه في التاريخ. بصي البرادات ايه دي، انا حاسه الكلام ده كله تحفه. بصي بصي بصي، دي كانوا بيصوروا بيها، دي كانوا بيتفرجوا منها. يعني دي توجهيها على حيطه، توجهيها على حاجه وتتفرجي. كفايه عليكم بقى، هنا اهو كده اهو، ده مكان قطع التذاكر. تقطعي التذاكر تمام، اللي هي التذكره، اللي هي زي ما قلنا اي طالب من اولى ابتدائي لحد جامعه بخمسة جنيه تمام، واي حد بقى بعشرة جنيه. بتشوفي بتصوري كل حاجه ما عدا بيتين تانيين هما اللي بيبقوا برضو بعشرة جنيه، بس تذكرهم لوحديهم من جوه المكان. في مستشفى هنا. ده هنا مسجد السبيل والكتاب، فوق اللي هو غرفه الحرامل والسيدات، وتحت اللي هو الخزان الميه، عمق 12 متر تحت الارض، بياخد 2.5 مليون لتر ميه. هنا كان بيوزع توزيعات كوبايات ميه، 30 مليون كوبايه ميه في السنه. 30 مليون كوبايه ميه في الايه؟ في السنه، 30 مليون كوبايه ميه. عشان انا بشرح لها من اول ما جينا من اول الشارع. اللي هو طب انا بقى عايز اعرف الناس مثلا اللي هيجي بيقطع تذكره منين؟ من مجموعه الاول. فين دي بقى؟ هتمشي كده قدام شويه تلاقي عربيه شرطه. يبداوا من مسجد السلطان قلعون على البيت الاثريه من اول مكان. مجموعه الاول، قبه الصالح، نجم الدين، كسر باشا، ناصر محمد، الزهر فاروق، اسرى البشتاك، حمام ايمان، منس كمان. كل ده بندخله بال 10 جنيه؟ كل ده بنفس التذكره بال 10 جنيه. يعني انا اخرج من دي ادخل دي ادخل دي، اي حاجه في شارع المعز بال 10 جنيه اللي انا ما عدا ايه؟ بكام بقى دول؟ ايوه بالنفس برضه التذكره، بس التذكره لوحديها ب 10. ليه بقى؟ ايه الميزه فيهم؟ هنا كل واحد، كل حاجه دي مختلفه عن الثانيه. هنا ده عصر فاطمي من البيوت الكبيره اللي هو ده عصر وده عصر يعني. هنا كل العصور مختلفه. خليك اصلا. بس احنا بنتكلم هنا بيت الزحيمي ده، من بيت اللي هو كان في اللي هو الزحيمي ده كان عامل بيت متخصص لوحده، عامل فيه زي قاعده استراحيه، قاعه صيفيه، قاعه شتويه، قاعدة السيدات برضه صيفية وشتوية، وقاعة برضه عاملها للحفلات والأغاني، وقاعة جوه معمولة للجنينة عشان تخش بيت قصر. قصر بس برضه من نفس التذكرة قطعها هناك. تخش بيت الزعيم تذكرته فيه جواه. وكالب بزارة على أهم الكالب دي، وكالة تجارية، وكالة تجارية وسكنية. دي فين بقى مكانها؟ حارة اسمها حارة الطنبقشية. دي وكالة من رابطة التجار والوكالات اللي كانوا بيعملوا فيها اللي هو زي ايه؟ زي التجار، زي البن اليمني، يعني اكل وكده. بن بن دي نمرة حاجات عشان القهوة ليها قيمتها من زمان الأصل، برضه التذكرة بتاعتها لوحدها. هنا كانوا بيستخدموا تجارة البيع، مش كان جراحة للشارع أو جراحة للبني آدمين في الشارع، كانوا بيعملوا بحاجات تجارية زي حارة الشتاية، الحارة اللي جاي اللي بعد الجاي بعد الجامع الأقمر، ده اسمه حارة الطنبقشية. من داخلها اسمها حارة السنانير. السنانير عشان كانوا بيسنوا السيوف زمان، مسمينها على نفس الدرجة. وفي بقى حاجات جواها السيوف والحاجات دي؟ لا دي حارة حالية دلوقتي. لا من اي حاجة عادية. لا اي حكاية. بقول لك حاجة جوه الحاجات اللي هي بتتدخل تتزور. كله دلوقتي تلاقيه فاضي. فاضي. حاجات راحت القلعة، مخازن. اتنقل فاضي. اتنقل. تعرف الحراملك ده؟ بتاع الحريم. حريم وهدوم ولبس. ده بقى استخدامات الاوكاي. طبعا في اللي هو متحف النسيم، مدرسه النحاسين بتاعت محمد علي، دي اسمها بالاصل ايه؟ التكيه. فاكرها؟ شفت انت؟ طبعا كل ما تخش حاجه تلاقي حاجه مختلفه عن التانيه. كل بنفس القصه. وده السرير. شكرا، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. هنا مفيش حاجه اسمها حنفيه. كان زمان خبطوا عليه. لا كان كوبايه يطلعها لك من الشباك. ولا كان حد هو هيقول بقى استني استني. لا انا افتكرتك انا بعمله كده. بص اقول لك، اتفضل. استخدام السبيل كان زمان، كان زمان زي ما انت مثلا واحد بيحلف قسم على مثلا ايه، انا دلوقتي بقيت ظابط عايز احلف قسم ان انا همشي بمرضي الله. الحاجه الوحيده اللي كان بيحلف القسم هنا وكان بيجرح البيوت هو واحد بس. اسمه ايه؟ صح. اللي كان بيخش بيت الناس كلها. جه سليمان اغا السلاحدار وكل الاسبله بداوا يعملوا حاجات توزيعيه مجانيه. بدل ما انا اجرحك في بيتك
تقعدي على حريتك، لا انت تاخدي مني الميه ببلاش، بدل ما تدفعي اجر خديها ببلاش. سليمان اجا استعرض عمل السبيل ده توزيعات ميه، عمل الناس اللي قاعده دي كانت بتوزع الميه وتشرب، ناس بالكوبايه عبلهم بالكوبايه، خد السقه اللي عنده شغالهم، واحد بيقعد بره واثنين جوه وواحد في المدخل، يعني في نفس الوقت ما وقفش شغلانه السقه وخلاهم عاطلين شغالهم. شغالين معايا استخدامهم استخدام السبيل، خش مجرد استخدامهم باستخدام السبيل، واحد كان بيقف فين بيوزع للناس تشرب، واللي كان الحنفيتين هناك مش حنفيتين، دول حاجه كده صغيره وحاجه اسمها البسبوس. بسبوس يعني ايه كلمه بسبوس؟ هي حاجه رفيعه قوي، مصطلح بتاع زمان. ايوه البسبوس ده واحد بيكون عطشان بيعمل ايه؟ بيمد بوزه كده بتتمسح على ايه؟ على مد البوز. عشان كده اسمها ايه؟ البسبوس. شكلك انت بروفيشنال. عطشان عاوز يشرب، شافت انه يشد الميه يشبطها، اسمها البسبوس.